27. بالنسبة للسكريتور سيلز بتاعت الفالوبيان تيوب اللي هي البيكسلز، فاكرين الفالوبيان تيوب الابيثيليوم لايننج بتاعها كان سيمبل كولومنر، جزء منه سيليتد وجزء منه مش سيليتد. السيليتد عرفنا سيليتد، اللي مش سيليتد ده بقى كان سكريتوري وكنا بنسميه بيكسلز. يبقى البيكسلز دي هي السكريتوري سيلز اللي هي النون سيليتد سيلز اللي موجودة في الاوفيدوك. تمام، مالها بقى؟ بتساعد في الكاباسيتيشن بتاع السبرماتوزو، صح؟ لان دي كانت بتسكريت فلويد. هذا الفلويد بيخدم السبرم من ناحيه وبيخدم الاوفم من ناحيه. الاوفم بيخدمها بنيوتريشن والسبرم بيخدمه بايه؟ بانه بيساعد في الكاباسيتيشن. تمام، رقم ايه؟ صح، رقم بي، بيسكريت الريلاكسين هرمون. ايه ده اللي جاب الفيكس وفيدك ده شغل؟ واللي اتذكره من الفيسيولوجي الريلاكسين هرمون ده كان سكريتد من الكوربس ليتيه. طب رقم سي، البروجستيرون بيقلل عدد السكريتوري سيلز في السكريتوري فيز. طب السؤال نفسه واضح ان هو غلط. ليه؟ هو بيقول لك البروجستيرون في السكريتوري فيز بيقلل السكريتوري سيلز، مش معقولة. هي اسمها سكريتوري فيز، يبقى اكيد عدد السكريتوري سيلز بيزيد، يبقى رقم سي غلط. رقم دي، السكريتوري سيلز اللي هي المفروض نون سيليتد ده بتبوش الاوفم تووردز ذا يوترس. لا معلش، الاوفيدكت احنا قلنا فيها سيليتد ونون سيليتد. السيليتد هي اللي هتبوش الاوفم تووردز ذا يوترس، امال مين نون سيليتد؟ هي دي السكريتوري بيكسل. تمام، يبقى الاجابه رقم A.